شو ابو عدنان؟ شو هذا اللي لابسه؟ بيجامه. شو بطلتي تعرفي البيجامه؟ عارفه انها بيجامه، قصدي ليش لهلا فيها؟ مش عارف اختار ملابس مناسبه للحفله. على فكره انت صاير زي النسوان، كل حفله بتقعد ساعتين قدام المراي. انا يا ام عدنان صرت رجل المجتمع، يعني شخصيه عامه، وضروري اكون بهيبه. طول عمرك هيبه. صحيح يا ام عدنان. طب خلصني عاد، البس بسرعه ما ضلش وقت للحفله. قديش الساعه؟ انت بس هلا البس، مش معقول انا جاهزه قبلك بساعه. اي هي مسابقه يا بنت الحلال؟ زمان لما كنت احكي لك هالحكي كنت تعصب على طول. وليش ما تعصبي هلا؟ بعدين معك. خلص البس بسرعه، بستناك بالصالون. استني استني استني، تعال تعال. خير؟ شو تذكرت؟ انا سالتك قبل شوي عن الساعه، قديش الساعة؟ ساعتنا الآن تشير إلى 9 ليلا. ومدام الساعة 9 وليلا، طب ليش النظارة الشمسية على راسك؟ هاي هدية من أم خالد. يا سلام على هيك جواب. أنا أهدوني فروة، شو رأيك ألبس الهدية؟ عبال مسخرة عاد، شو فروة بالصيف؟ وشو نظارة شمسية بالليل؟